أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الأمن المائي وحماية المياه باعتبارها موردا حيويا هاما من خلال وضع المعالجات الاستباقية اللازمة وتهيئة العوامل الكفيلة بتحقيق الاستدامة لها على نحو يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ولفت معاليه لدى ترأسه اجتماع مجلس الموارد المائية إلى أن إطلاق مملكة البحرين للاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المائية وبالإدارة الفاعلة لموارد المياه يعكس التزام الحكومة ببرنامجها للأعوام 2023-2026 وموائمته مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء قد ترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الموارد المائية الذي عقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي بحضور أصحاب السعادة الوزراء أعضاء المجلس. خلال الاجتماع استعرض سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء رئيس اللجنة الفنية الاستشارية الدائمة التابعة لمجلس الموارد المائية استعرض التقدم المحرز الذي بلغت نسبته 53% على صعيد تنفيذ أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية للمياه والمكونة من ثلاثة محاور تتمثل في المحور المالي والاقتصادي ومحور العمليات الداخلية ومحور النمو والتعليم، ومن 12 هدفا يتم تنفيذها من خلال 40 برنامجا. كما جرى خلال الاجتماع استعراض أولويات عمل مجلس الموارد المائية للمرحلة المقبلة والاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ سائر مبادرات الاستراتيجيات ومستجدات المشروع التجريبي لإعادة تعبئة الخزان الجوفي في محافظة المحرق ومناقشة مقترح خطة تنظيم استخدام المياه الجوفية في مملكة البحرين من الناحيتين التشريعية والإدارية. وأعرب معالي خلال الاجتماع عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية وجهودها المشتركة في إحراز هذا المستوى المتقدم لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، والذي يعد مؤشرا إيجابيا على القدرة على إدارة الموارد المائية للمملكة بكل كفاءة وفاعلية ومسؤولية، وعلى الالتزام الجاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 عبر توفير بنية تحتية متطورة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحسين جودة الحياة.